قتل بالرصاص الحي وطعن بالسكاكين وإطلاق مستمر لقنابل الغاز المسيل للدموع المحرمة دولياً، بل ودس للسم في الطعام والشراب، طرق متنوعة لجرائم القمع التي تمارسها القوات الحكومية والميليشيات التابعة للأحزاب الحاكمة ضد المتظاهرين السلميين في ساحة التحرير وسط بغداد، لا لشيء سوى أنهم هتفوا نريد وطناً. قاعد يضربون الدخانيات والسكم، وقاعد تروح شباب هواية، وإحنا ضالين إلا نغير هاي الحكومة ونغير الأحزاب، لأن الأحزاب باقتنا ودمرتنا والشباب راحت كلها. الشباب طالعين على ويش؟ غير على مود تعيينهم، على مود مستقبل الطالب من يخلص كلية وين يروح، غير على مود يتعين بالشهادة مالته، لا يظل هو قاعد بصفة الشهادة وقاعد. ساحة الخلاني باتت مسرحاً لعمليات القمع المتواصلة من جانب القوات الحكومية التي تسعى إلى حصار المتظاهرين داخل ساحة التحرير، ليكون صيداً سهلاً لهجمات الميليشيات تمهيداً لفض الاعتصام وإنهاء التظاهرات. الانتفاضة في داخل في ساحة التحرير تتعرض إلى مضايقات ووصلت إلى حد القتل والخطف داخل الساحة. لحد البارحة بالليل أكو حالات دخول للخيم والاعتداء بالسكاكين ووفاة أحد المتظاهرين داخل الخيمة. أكو خطف أصلاً من داخل الخيم، ما أدري وين يودوهم داخل ساحة التحرير، أماكن خاصة بهم. وفي آخر سلسلة من الجرائم استمر القمع لساعات طويلة في ساحة الخلاني، ما أسفر عن أعداد كبيرة من الجرحى والمصابين بالاختناق بحسب أطباء المفارز الطبية الذين أكدوا استمرارهم في أداء واجبهم مهما كانت التضحيات. مستمرين بكل قوة وكل عزم، ودم الشهيد ما يروح، وإحنا نظل موجودين هنا وبشكل مستمر، والدعم للمتظاهرين مستمر، والعالم لحد الآن موجودة وما ملت ولا راحت. وتستمر ثورة تشرين في طريقها غير آبهة بجرائم أحزاب السلطة ومجازرهم، ما يؤكد أن إرادة العراقيين ماضية حتى تحقيق أهدافها وبناء عراق جديد يجمع أبنائه على مبادئ الحق والعدل والحرية.